الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 51 في سلسلة دروس السيرة النبوية. نحن انتهينا من عرض أحداث غزوة حنين، وبدأنا بدراسة هذه الأحداث واستنباط ما فيها من المبادئ والأحكام والعظات. الأحكام التي ينبغي أن نستفيدها من هذه الغزوة متعددة. أولها حكم استعارة إمام المسلمين أسلحة أو عتادا من غير المسلمين ليجهز بذلك جيشا لقتال عدو، هل يجوز ذلك أم لا؟ يعني بعبارة أشمل، هل يجوز لولي أمر المسلمين أن يستعين بغير المسلمين في ما يتعلق بالإعداد لقتال عدو اقتضت المصلحة مواجهته بالدفاع عن الأمة؟ الجواب عن ذلك نأخذه مما رأينا في غزوة حنين. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخذ أهبته للقتال، وقد سمع أن قبيلة هذيل وقبيلة ثقيف وقبائل أخرى جمعوا جموعهم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ يتهيأ للقتال. سمع أن صفوان بن أمية عنده أسلحة، عنده أدراع، وعنده أيضا عتاد متنوع للحرب، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه كمية من هذه الأسلحة. فقال له صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة. إذن دل هذا على أنه يجوز لولي أمر المؤمنين أن يستعير أسلحة متنوعة أيا كانت، أو أي عتاد مما تحتاج إليه الأمة الإسلامية عند الحرب من غير المسلمين. وفي معنى الاستعارة الامتلاك، يجوز أيضا أن يتقبل ولي أمر المسلمين هدية من غير المسلمين تتمثل في أعتاد، في عتاد حرب، في أسلحة، في أدراع، نحو ذلك. نعم. أو ومثل ذلك الاستئجار، إعارة، تمليك، استئجار، كل ذلك بمعنى واحد. طيب، وهذا المعنى اتفق عليه الفقهاء، لكن بشرط أن
يدرس ولي أمر المؤمنين الحال الراهن التي هو فيها، فيتأكد أن هذا الذي سيقدم عليه لن يجر إلى المسلمين وبالا، خسارة، لن يزجهم في مشكلة. إن وجد فيما يرى حسب اجتهاده أن النتائج مضمونة والعواقب أمينة، فلا حرج في هذه الحالة من أن يستعير أو يأخذ، نعم، أو يستأجر أسلحة من غير المسلمين لمثل هذه الحاجة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك اعتباطا، بل درس الأمر ورأى أن هذا العمل لن يزج المسلمين في خطر. يعني مثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم منتصرا في مكة، وكان المشركون من أهل مكة يعني في وضع لا يحسدون عليه، وكان صفوان بن أمية واحد من هؤلاء المشركين، لم يكن قد أسلم بعد، فليست في هذه الحالة مخاوف من مثل هذا العمل. عندما يكون المسلمون هم الأعزة وهم الأقوياء، والطرف الذي نريد أن نستفيد منه ونأخذ منه الأسلحة هو الطريق الضعيف الذي لا يستطيع أن يستغل أو أن يوظف هذه الحاجة في أمر يسيء إلينا، إذن في هذه الحالة جائز. يعني لو أن قريش كانت في وضع معاكس، والمسلمون كانوا هم المستضعفين، وأهل مكة كانوا هم الأقوياء، وصفوان بن أمية واحد منهم، أكيد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقدم على هذا الأمر. يعني حصيلة القول أن هذا من قبيل ما يسميه العلماء من أحكام السياسة، من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية. يعني وضع الله عز وجل هذا الأمر بين يدي ولي أمر المسلمين ليدرس وليتأمل العواقب، فإن رأى أن هذا العمل لمصلحة المسلمين وليس فيه ما يسيء إليهم أو يجرهم إلى خطر فعل ذلك ولا حرج، وإن رأى أن الأمر غير مضمون العواقب لا يجوز له الإقدام عليه. وأكرر ما قد ذكرته مرارا من أن تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام قسمان اثنان: تصرفات يتصرفها بوصف كونه مبلغا عن الله، هذه التصرفات نأخذ منها حكما شرعيا لا يقبل تغييرا ولا تبديلا إلى يوم القيامة، وهنالك تصرفات أخرى يتصرفها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه رئيس دولة. يعني أعطاه الله عز وجل حق الاجتهاد في هذه القضايا. يعني مثلا الأسرى وجد بين يدي أيدي المسلمين أسرى بعد أن وضعت الحرب أوزرها، ماذا يفعل بهم؟ يمتن عليهم هكذا يعني يتركهم، أم يفتديهم بمال، أم يقتلهم، أم يسترقهم؟ هذه الاختيارات الأربعة الباري عز وجل وضعها بين يدي رسول الله بوصفه رئيس دولة ليرى ما هو الأصلح للمسلمين وما هو الأقرب إلى العدالة. والذين يأتون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أئمة المسلمين ينظرون في مثل هذه القضايا النظر ذاتها. إعلان الحرب من أحكام الإمام،
الصلح الذي يعقده ولي أمر المسلمين مع الآخرين، مدة الصلح، شروط الصلح، هذه كلها داخل تحت اسم أحكام الإمامة والسياسة الشرعية، وهذه أيضا من هذا القبيل. يا ترى الاستعانة بما دون الأسلحة، ببعض ممتلكات المشركين، يعني غير الأسلحة، هل يدخل في هذا الأمر، في هذا الحكم ذاته؟ من باب أولى، إذا جاز لولي أمر المسلمين أن يستعير، أن يمتلك، أن يستأجر أسلحة يأخذها من غير المسلمين للحاجة إلى ذلك، فمن باب أولى أيضا بقية ما يحتاج إليه الجند من غير العتاد، إذا رأى ولي أمر المسلمين أن هذا لا يجر ضررا إلى المسلمين يجوز، وهو أيضا من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية. ننتقل إلى نقطة أخرى، هي ليست حكما من أحكام الشريعة لكنها لفتة إلى مزية عجيبة تميز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سائر أصحابه. هذه الجرأة التي لاحظناها في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسلمون في وادي حنين، وكان قد تفرق المشركون في أطراف الوادي وشعبه وكمنوا للمسلمين، حتى إذا دخل المسلمون جميعا في قلب الوادي، نعم، أطبقوا عليهم من كل الجهات وفاجأوهم، مما جعل المسلمين جميعا ينهزمون، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي صامدا، وبقي بل يعلن عن نفسه، يقول لهم أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني يعرف على نفسه لمن يريد أن يريد به شرا، ويركب بغلة بطيئة الحركة لا تملك كرا وفرا كشأن الجندي أثناء الحرب، وليس من حوله أحد، انكشف النبي عليه الصلاة والسلام، والمكان مليء بالأعداء كلهم يحيطون به، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم صامد واقف يركض دابته بغلته تجاه المشركين. ويقول سيدنا علي: إذا كنا إذا حمي الوطيس التجأنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا اشتدت الحرب وأخذ الهلع بنفوس بعض المسلمين يلجؤون إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ليستمدوا منه شجاعة لأنفسهم. هذه الظاهرة ينبغي أن نتبين أنها ليست طبيعة بشرية، يعني كالطباعة التي يختلف فيها الناس بعضهم عن بعض، لا، هي عبارة عن مزية في جملة المزايا الكثيرة التي ميز الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إذ أهله للمهمة التي أرسله الله سبحانه وتعالى لها. الباري عز وجل أهل لهذه المهمة التي حمله الله إياها، وهي عبارة عن مزايا كثيرة لا نجدها في غيره صلى الله عليه وسلم، منها هذه الجرأة العجيبة. هذه الجرأة ما ينبغي أن نتصورها عبارة عن مزية شخصية للنبي عليه الصلاة والسلام، كما يعني يفعل كثير من المشككين والمرتابين عندما يقول، نعم، أحدهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان ذا خبرة سياسية عالية، كان ذا شجاعة وذا إقدام، نعم، متميزين،
وأنه صلى الله عليه وسلم نعم كانت تنبض بين في عروقه دماء الرئاسة وما إلى ذلك، يعني يرسمون للنبي عليه الصلاة والسلام، يرسمون في كيانه شخصية إنسان مثل هؤلاء القادة السياسيين الذين يأتوا مع الزمن ثم يذهبون يتركون أثرا في حياتهم. الأمر ليس كذلك، إنما هو إعداد أعده الله سبحانه وتعالى في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حكم آخر من أحكام الشريعة الإسلامية نستفيده ونأخذه من غزوة حنين، حكم خروج المرأة للجهاد مع الرجال. نحن نعيد إلى الذاكرة أن كلمة الجهاد لها عدة معاني. هنالك الجهاد بالدعوة إلى الله، هنالك جهاد ببذل المال، بالقيام بالأنشطة المختلفة التي تيسر للمسلمين النهوض بما ألزمهم الله عز وجل به من نشر الإسلام في أقطار العالم. هذا الجهاد يستوي فيه الرجال والنساء معا. القسم الثاني الجهاد القتالي. الجهاد القتالي أيضا له حالتان اثنتان. الحالة الأولى أن يفاجئ المسلمين في أرضهم أو دارهم عدو دخل دارهم عنوة واحتلها، في هذه الحالة يجب على المسلمين جميعا أن يهبوا هبة رجل واحد. نعم، هذا النوع من الجهاد يسمى النفير العام، يعني يستدعي من المسلمين أن ينفروا كافة رجالا ونساء، لكن بشرط إذا تأتى من المرأة أن تأتي بجهد، أن تأتي بنتيجة. أما إذا كانت المرأة ستترك يعني عبئا على المسلمين بوجودها وبخروجها، طبعا لا. هذه الحالة أيضا لا يعني نتحدث عنها، لأنه يجوز بل ينبغي للمرأة أن تشترك مع الرجل في حالة النفير العام. الحالة الثانية الجهاد القتالي دفاعا عن أرض الإسلام، عن حقوق المسلمين، عندما نجد أن عدوا يخطط للإيقاع بالمسلمين ولحربهم ولبث الكيد له، نخرج نحن نبادئه ونسابقه لكي نفسد عليه الخطة التي نعم يهيئها وينضجها لقتال المسلمين. هل تشترك المرأة مع الرجل مثل غزوة حنين؟ إن خرجت من أجل تطبيب الجرحى، خدمتهم، سقايتهم، فالاتفاق قائم على أنه جيد، لا بأس للمرأة أن تخرج مع الجند، لكن لا لكي تشترك معهم في قتال، وإنما من أجل أن تطبب الجرحى، من أجل أن تخدم الجيش، سقاية ونحو ذلك. نعم، أما أن تخرج مع الرجال لتقاتل فقد اتفق جمهور العلماء على أنها غير مكلفة بذلك، وإنما المكلفون بهذا هم الرجال. نعم. طيب، من أين أخذنا هذا الحكم الذي نقوله؟ قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أم سليم في غزوة حنين، نعم،
فقال لها أم سليم، قالت نعم يا رسول الله نعم. وقال لها أبو طلحة وزوجها، ما هذا الخنجر الذي بيدك؟ قالت خنجر أبقر به بطن من يريدني بسوء. نعم. طيب الخنجر الذي بيدها للدفاع عن النفس، لكن المهمة التي خرجت من أجلها هي هذا الذي قاله الفقهاء، من أجل أن تقدم العون للجند، تطبب، تسقي، يعني تخدمهم الخدمة التي يعني تثاب المرأة عليها. نعم. لكن هنالك إشكال بعض الفقهاء نعم وقفوا عنده، عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم وقال لها أم سليم، قالت نعم يا رسول الله نعم بأبي أنت وأمي، أقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك. قالوا طيب، ها هي ذي أم سليم جاءت لتقاتل ولم تكن مهمتها فقط التطبيب وخدمة الجيش ونحو ذلك، تقول نعم يا رسول الله بأبي أنت وأمي نعم أقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك. الجواب عن هذا، كلام الفقهاء إنما يدور حول الجواب عن السؤال التالي، أيجب على المرأة أن تشترك مع الرجال في الجهاد القتالي، يعني بأن تقاتل الأعداء كما يقاتلهم الرجال جنبا إلى جنب؟ الجواب لا، لا يجب، لا يجب، وهذا بالاتفاق. نعم. لكن هذا لا يتنافى مع قيام المرأة مثل أم سليم أو أم سليم أو غيرها بمقاتلة هؤلاء الأعداء. هي تعلم أن الله لم يكلفها بذلك، ولكنها أرادت أن تقف فتدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأت من يريد به سوءا، رأت من يتجه إليه نعم بقصد العدوان نعم، وقد توجه إليه بسلاح يحمله ليقتله أو ليسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هنالك ما يمنع هذه المرأة من أن تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبادئ هذا العدو بالقتل قبل أن يقتل المصطفى؟ لا، لا مانع. إذن محل البحث، أيجب على المرأة أن تشترك مع الرجال؟ لا، لا يجب، فلا إشكال في هذا الموضوع قط. ومن هنا ندرك الانسجام مع هذا الذي قلناه ومع ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد مرة فقال جهادكن الحج. هذا نص يوضح أن المرأة لا يجب عليها أن تشترك مع الرجال بحمل سلاح ومقاتلة العدو جنبا إلى جنب مع الرجال. نعم. لكن إن هي فعلت ذلك فلا حرج، يعني هذا ليس دليلا على حرمة اشتراكها مع الرجال، ولكنه دليل على أنه لا يجب عليها. يعني مثلا نحن نقول لا يجب على المرأة الخروج إلى صلاة الجمعة، لا يجب، لكن إن هي خرجت وصلت يجزئها أم لا يجزئها؟ يجزئها. نعم. ولكن ينبغي أن نعلم أنه في كل الأحوال لابد من أن تتوافر الشروط التي أمر الله عز وجل أن تلتزم المرأة بها عندما تخرج للقتال أو لغير القتال: الستر، الحشمة، الاحتجاب عن الأجانب، عدم الخلوة، يعني الانضباط بآداب الشرع التي خاطبها الله سبحانه وتعالى بها، سواء خرجت من أجل تطبيب الجرحى، من أجل الخدمة، من أجل أن تقاتل،
لابد أن تتذكر الآداب التي أمرها الله سبحانه وتعالى بالتزامها في عقر دارها، في أنشطتها أثناء السلم. هذه الآداب هي ذاتها يكلفها الله عز وجل بها أثناء الحرب. نعم، يعني عندما نجد أن مجتمعا من المجتمعات يصر على أن تشترك المرأة مع الرجل في الدفاع عن الوطن كما يقولون، في الدفاع عن الحقوق، طيب جيد، نقول لا بأس. لكن عندما نجد أن هذه المرأة تخرج متزينة متبرجة تستثير الغرائز، نعم تماما كما تفعل ذلك، نعم في مجتمعاتها وفي لقاءاتها وسهراتها وما إلى، فلنعلم أن هذا الخروج خروج كاذب، وأن الدوافع ليست متمثلة في يعني غير على وطن ولا غير على الحقوق، ولكن الوطن والحقوق تستخدم من أجل استثارة الغرائز ومن أجل تحقيق الرغائب، ورائحة العفونة تظهر، ورائحة الحق والإخلاص لله أيضا تظهر. نعم. الحكم الخامس حكم آخر أيضا، هل يجوز أثناء قيام المسلمين بالقتال بمواجهة العدو الشرس الذي جاء يريد استلاب حق لنا، يريد أن يعتدي علينا، أثناء القتال هل يجوز لنا أن نقتل فيهم امرأة عسيفا يعني أجيرا طفلا؟ لا يجوز ذلك كما رأينا. نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة قد قتلت وقد اجتمع عليها بعض الناس، فسأل من الذي قتلها؟ قالوا خالد بن الوليد. فقال أدرك خالد وقوله لا يقتل طفلا ولا امرأة ولا عسيفا يعني ولا أجيرا. وقال لماذا قتلت؟ ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لقتل، يعني هذه الإنسانة أكيد ما كانت يعني بالساحة وما كانت حامل السلاح وعم تقاتل، ليش لحتى تقتل؟ إذن نحن نقتل من؟ نقتل من جاء يقاتلنا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولذلك قال العلماء وأيضا لو أن رأينا أناسا قد انعزلوا عن الجيش الذي يقاتلنا، قد يعني انعزلوا في صوامع لهم يعبدون الله عز وجل على طريقتهم، نعم رجال دين، يعني لا يجوز لنا أن ندنو إليهم بأي سوء بشكل من الأشكال. هذا الذي قاله العلماء أيها الإخوة وأكده الفقهاء يزيدنا تأكيدا على أن القتال الذي شرعه الله سبحانه وتعالى والذي يسمى الجهاد القتالي إنما شرع درءا للحرابة، عدو يخطط لقتالنا نبادئه قبل أن يبدأنا. ويرحم الله الإمام الغزالي القائل في كتابه المنخول الروم إذا لم تغزى غزت، يعني إذا لم تبدأ أنت تشغلها بالغزو ستشغلك هي بالغزو. لا نعم نبدأ إذن، وأنت في هذه الحالة تقاتل عدوا يريد أن يبدأك بقتال. نعم، نحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، من شاء أن يؤمن فبها، من لم يشأ أن يؤمن نحاور ننبه نعلم نكلفهم بالإسلام، نقول لهم إن الله عز وجل يأمركم بأن تعبدوه وأن تؤمنوا به، طيب آمنوا فبها، لم يؤمنوا إذا تركونا وشأننا ندعو إلى الله عز وجل على بينا نحن نتركهم أيضا. لكن إذا ضيقوا علينا السبل
وقالوا ما ينبغي أن تدعوا إلى دينكم على أرضنا. في هذه الحالة إذا استطعنا أن نواجههم بقتال نواجههم بقتال، لأننا ندافع عن حرية الكلمة. أليس العالم كله اليوم يقول بالحرية، حرية الكلمة؟ نحن إنما نمارس دعوتنا عن طريق رأس مال واحد هو الكلمة التي نبثها في أسماع الآخرين. إن شاءوا آمنوا وإن لم يشاءوا نحن نكون قد أدينا الواجب الذي نعم كلفنا الله عز وجل به، كما قال ربعي بن عامر ليزد جرد قبيل غزوة القادسية، قال جئنا لنخرج من شاء منكم من عبادة العباد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن الفرس كانت تستعمر العراق آنذاك، العراق ما كانت فارسية نهائيا. يعني الفتح الإسلامي اللي تم في مصر واللي تم في بلاد الشام في بلاد كله عبارة عن تطهير لتلك الأرض من مستعمر. مصر كان الرومان هم الذين يستعمرونها، بلاد الشام كذلك الإمبراطورية الرومانية كانت تستعمرها، العراق كان الإمبراطورية الساسانية كانت تستعمرها. ولذلك كان الفتح الإسلامي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كسح وإزالة لهذا المستعمر. ومن أجل هذا فقد كان سكان الشام الأصليين سعداء جدا بالفتح الإسلامي. نعم وهكذا. إذن هذا الذي عرفناه ألا وهو حرمة قتل الأطفال، النساء، الأجراء، حتى المرتزقة عندهم جايبينهم نأخرهم عنا، لكن طبعا إذا واجهنا بقتال ندافع عن أنفسنا. والمرأة كذلك إذا رأيناها نعم تحمل سلاحا وتقاتلنا جنبا إلى جنب إلى جنب نقاتلها. نعم. حكم آخر أيضا من أحكام الشريعة الإسلامية التي تؤخذ من غزوة حنين، سلب القتيل. كلمة سلب القتيل تعني في المصطلح الفقهي السلاح الخفيف، المال، الأشياء التي ذات القيمة التي توجد بحوزة عدو قتل بيد فلان من الناس من المسلمين. هذه الأسلحة الخفيفة، هذا المال، هذا العتاد الخفيف يسمى سلبا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة حنين من قتل قتيلا عليه بين أنه هو اللي قتله فله سلبه. طيب هل هذا الحكم ماض بهذا الشكل إلى يوم القيامة؟ يعني كلام سيدنا رسول الله وحي من عند الله فهو من أحكام التبليغ، أم هو قال هذا تشجيعا للمسلمين أن يقاتلوا في غزوة حنين بالذات؟ اختلف الفقهاء. فالإمام الشافعي قال لا، هذا هو حكم تبليغي بحسب الظاهر، هذا هو تبليغ. يعني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قال ذلك حكما أوحى الله إليه به، فهو ماض هذا الحكم إلى يوم القيامة. ينتج عن ذلك أنه في أي معركة من المعارك بين المسلمين وبغير المسلمين، إذا قتل مسلم جنديا من أعدائنا وكانت بحوزته أمتعة
ما سلاح خفيف مسدس يمتلكه، لأن النبي هكذا قال: من قتل قتيلا فله سلبه. الإمام أبو حنيفة ومالك وآخرون فيما أذكر قالوا: لا، هذا من أحكام الإمامة، لأن النبي ما قال هذا إلا في غزوة حنين، قبل منه ما قال هذا الكلام. لكن لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين في بادي الأمر استبسلوا وأن المسلمين هزموا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشجعهم، قال هذا الكلام، نعم، عبارة عن سياسة يمارسها ولي أمر المسلمين أو القائد الأعلى للجيش في المسلمين. إذن هذا الحكم لا يسري على الحروب أو أنواع الجهاد التي جاءت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا في غزوة القادسية ما بصير واحد من الذين كانوا يقاتلون مع سعد بن أبي وقاص يروح يأخذ ما رأى، نعم، مع قتيل قتله هو من الأعداء، ليس له أن يأخذ كل ما معه من سلب بحجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام. من قال له: لا، النبي قال هذا الكلام لأنه وقت كان هو رئيس الدولة، بس الآن رئيس الدولة مين؟ سيدنا عمر. وإذا كان رئيس الدولة سيدنا عمر، إذا بدنا نسأله، إذا قال نعم خلاص، لكن إذا قال لا، لا يجوز لنا أن نتجاوز، نعم، حكم قائد لأمة ورئيس الدولة. هل إذا شرع الله عز وجل مقاتلة أعدائنا، أعدائنا يقاتلوننا، نحن نقاتلهم أيضا، هل ينبغي أو يجوز أن يستجر هذا الجهاد حقدا عليهم في قلوبنا؟ الجواب: لا. هذا الجهاد الذي شرعه الله عز وجل شيء مشروع، أما أن تضمر حقدا في قلبك على الكافرين الذين هم أعداؤك فهذا شيء آخر، الأول لا يبرر الثاني. كيف؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصر الطائف حاصرها مدة طويلة، ما هيك؟ بضعة عشر ليلة أو وقيل بضعة وعشرون يوم أو ليلة، وفي هذه الفترة جرح وقتل عدد من أصحاب رسول الله بالسهام التي كانت تأتيهم من حصون طائف قبيلة ثقيف. ما استفادوا وما انتصروا أثناء هذا الحصار؟ وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرحيل فرحلوا. طيب، أحدهم قال: يا رسول الله، ادعوا الله على ثقيف، يعني شوف شو ساووا فينا، وبعد يعني حصار طويل وما استفدنا شيء، يلا ادعي عليهم، يعني شو معنى ادعو عليهم؟ ادعو عليهم بالهلاك، ادعو عليهم بالموت. رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيه وقال: اللهم اهدي ثقيفا وأتي به. هذا هو الدليل. كلام رسول الله رد على هذا الطلب الذي طلبه ذلك الصحابي، يعني يقول: ماذا تستفيد من أن يهلك الله عز وجل أخا لك في الإنسانية؟ لا، بدلا من أن تدعو عليه ادعو له بالهداية. إذا دعوت له بالهداية فهداه الله، أليس هذا أولى من أن تدعو عليه بالهلاك فيهلكه الله؟ إمام أحمد بن حنبل له موقف رائع من هذا القبيل. لما أنجاه الله سبحانه وتعالى من المحنة، محنة خلق القرآن والمعتزلة الذين كانوا قد يعني سيطروا على المأمون، راح المأمون وجاء المتوكل وأنقذ الموقف، ونعم خرج الإمام أحمد من سجنه مكرما، نعم،
جاءه بعض تلامذته قالوا يا سيدي للإمام أحمد ادعو الله على ابن أبي دؤاد، ادعو الله على فلان وفلان. فقال الإمام أحمد ماذا يفيدك أن يعذب أخوك من أجلك في النار؟ يعني شو يفيدك؟ دعا الإمام أحمد لهم بالكرم وسامحهم وغفر لهم، نعم، ولم يدخل في قلبي نقطة سوداء من الحقد عليهم. هذا الكلام من الإمام أحمد ما هو عبارة عن طبع، عبارة عن دين، أخذه من تصرف من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شلون يعني ما بدي أحقد عليهم؟ لك أنا حامل السلاح وعم بلحقهم. نعم، تقاتلهم لسبب لا لحقد، لأنهم يعادونك ويعادون دين الله سبحانه وتعالى. طيب، فأنت في هذه الحالة تقاتلهم، لكن أيهما أولى لديك؟ أن يكرمهم الله بالهداية فيدخلوا جميعا، يدخلون جميعا في دين الله مؤمنين مسلمين، أم أن يهلكهم الله كافرين جاحدين؟ أيهما يعني أحب إليك؟ إذا قلت له والله أنا أحب لي أن الله يهلكهم هن كفار ونعم يكونوا عبارة عن حشو جهنم، فأنت في هذا تنتصر لغريزتك ولا تنتصر لدينك. أما إن قلت له والله أنا أحب أن يهديهم الله عز وجل بيصبحوا إخوان إلنا وكذا، نعم هذا هو المطلوب من هذا المبدأ الذي نقول. دليل آخر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين النصيحة لمن؟ لعامة الناس، مو هيك؟ لعامة الناس. طيب إذا كنت حاقدا على فلان من الناس هل أنصحه؟ أنا برجع على قلبي، إذا كان هالإنسان أنا حاقد عليه لا والله ما بنصحه، ليش حتى أنصحه؟ إن شاء الله نعم جهنم تستقبله. لكن إذا كنت غيورا عليه شفوقا عليه عندئذ أنصحه، ولن أكون غيورا وشفوقا عليه إذا كان فيه بحقد. حقد وشفقة ما بيجتمعوا مع بعض، نعم، ومن ثم حقد ونصح لا يجتمعان. هذا الموضوع من الأهمية بمكان. كثيرون هم الذين يفهمون الجهاد القتالي على أنه زفرة من زفرات الحقد يهيمن على القلوب وأثر من أثار الضغينة، نعم لا هذا غلط، نعم الأمر ليس كذلك تماما. والفيصل بين الإخلاص لله عز وجل وبين الانتصار للنفس هذا، نعم لا. ما بس بالجهاد، أثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفس الشيء يأتي، نعم. عندما تدعو إنسانا إلى الله تأمره بالمعروف تنهاه عن المنكر، طيب ارجع إلى قلبك وراقب نفسك من أجل ماذا تدعوه إلى الله. اعذر أنك أن تكون تنتصر من خلال دعوتك له ومن محاورتك له لنفسك. كثيرا ما نقع في هذا، زيد من الناس بدي يعني هزء بين الناس وبدي يعني اجعله صغير جدا جدا بين الناس، بعود انا بفضح جهله وما الى ذلك وبستهزئ فيه وبستخف فيه مشان حتى اشفي غليلي، وبقول انا عم انتصر لدين الله، انا كذاب بعرف حالي. ضربت لكم مثلا به نختم درسنا، زيد من الناس يلبس عمة ولحية ومظهر ومظهر ديني، دنيا رمضان، في الطريق رأى إنسانا آتيا من بعيد. هذا الإنسان الآتي من بعيد عندما رأى هذا الشخص المتعمم الملتحي أخرج دخينة من جيبه وأخذ ينفخها مشان يعني النكاية. أكيد هذا اللي لابس العمة بده يستشيط غضبا، نعم يغضب، وإذا استطاع أن يصفعه على وجهه ويطير هذه الدخينة من فمه فعل، وإذا استطاع أن يفعل أكثر من ذلك فعل.
بس أنا بدي أسأل، هل هو في هذا ينتصر لدين الله غيرة على دين الله أم ينتصر لنفسه؟ والله فعلا في عند منا شاهد. أنا بفترض أنه هالإنسان، لنفرض أنا لا لي لابس العمة ولا في هدان ولا في شيء بمظهري يدل على أني إنسان رجل دين أو مهتم بالإسلام نهائيا، ورأيته قد أخرج دخينته بطبيعة الحال والدنيا رمضان يدخنها غير ملتفت إليه، يا ترى ستهتاج بين جوانح مشاعر الغضب في هذه الحالة الثانية كما اهتاجت هذه المشاعر قبل قليل؟ إذا شفت والله يا المشاعر نفسها اهتاجت بين جوانحي فالأهنى بأنني مخلص لله، لكن والله مكذب ما راح يصير معي. ثلاث ارباع هالضغينة والعقد هذا كله انتو بيروح، هذا بجوز محلي شو بدي فيه؟ لا لي شايفه ولا شايفه. هذا الأمر خطير جدا أيها الإخوة. نعم الناقد بصير، من الناقد؟ الله سبحانه وتعالى. تأمل دافع يلي عم يدفعك للعمل شو هو؟ هو مرضات الله ولا إشباع الغريزة ولا مصلحة تانية؟ نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك. نسألك اللهم أن تأخذ بنواصينا إلى ما يرضيك، وأن تصرفنا عما لا يرضيك، وأن تديم علينا عين عنايتك. يا رب علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. يا رب طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك يا ربي أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الجبن والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعلنا يا ذا الجلال والإكرام وأزواجنا وأولادنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، والتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.